كيفية استخدام برنامج البرولوج. في البداية نحتاج إلى تنصيب برنامج بورلاند تيربو برولوج، وكذلك نحتاج إلى تنصيب برنامج الدوز بوكس اللي من خلاله راح نشغل برنامج البرولوج. عملية تنصيب برنامج بورلاند تيربو برولوج هي عملية بسيطة جدا، وذلك من خلال القيام بعمليتي كوبي بيست للفولدر الخاص ببرنامج بورلاند تيربو برولوج. وكذلك عملية تنصيب برنامج الدوز بوكس هي عملية بسيطة جدا، وذلك من خلال القيام بعملية نيكست نيكست ثم انستال. بعد الانتهاء من تنصيب برنامج بورلاند تيربو برولوج وبرنامج الدوز بوكس، نفتح الفولدر الخاص ببرنامج بورلاند تيربو برولوج، نختار الملف برولوج اللي نوعه Application، نضغط رايت كليك على الملف برولوج، نختار كوبي. بعدها نذهب إلى برنامج الدوز بوكس، نضغط رايت كليك، نختار بيست. عندها تم فتح برنامج البرولوج. لجعل حجم واجهة برنامج البرولوج بحجم شاشة الحاسوب، نضغط على مفتاحي Alt Enter معا من الكيبورد. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. ملاحظة مهمة جدا، في برنامج البرولوج لا يمكن استخدام الماوس لغرض التنقل داخل واجهة برنامج البرولوج، ولكن يمكن استخدام الكيبورد لغرض التنقل داخل واجهة برنامج البرولوج. نلاحظ واجهة برنامج البرولوج مقسمة إلى عدة أجزاء. جزء الإديتور اللي بداخله راح نكتب برنامج البرولوج كامل، جزء الديالوج اللي بداخله راح نكتب الاكسترنال جول، وجزء التريس اللي من خلاله راح نتبع خطوة خطوة من خطوات البرنامج اللي كتبناه داخل جزء الاديتور. القوائم الموجودة في واجهة برنامج البرولوج هي قائمة فايلز، قائمة ايديت، قائمة ران، قائمة كومبايل، قائمة أوبشنز، وقائمة سيت أب. يمكن فتح كل قائمة من هذه القوائم، وذلك من خلال الضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt والحرف الأول من القائمة المراد فتحها. فعلى سبيل المثال المراد فتح قائمة فايل، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد، يمكن التنقل داخل قائمة فايلز. يمكن إخفاء محتوى قائمة فايلز، وذلك من خلال الضغط على مفتاح ESC من الكيبورد. لو كان المطلوب فتح قائمة كومبايل، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt C معا. يمكن استخدام الأسهم الموجودة بالكيبورد لغرض التنقل داخل قائمة كومبايل. لغرض إخفاء محتويات قائمة كومبايل، نضغط من الكيبورد على مفتاح ESC. لغرض الخروج من برنامج برولوج، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا. يمكن استخدام الأسهم الموجودة بالكيبورد لغرض الوصول إلى
quit. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم الخروج من برنامج البرولوج، ولكن لم يتم الخروج من برنامج الدوز بوكس. نكتب من خلال الكيبورد كلمة exit EXIT. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم الخروج من برنامج الدوز بوكس. هنالك طريقتين لكتابة برنامج البرولوج. الطريقة الأولى، نفتح الفولدر الخاص ببرنامج بورلاند تيربو برولوج، نختار الملف برولوج اللي نوعه Application، نضغط Right Click على الملف برولوج، نختار Copy. بعدها نذهب إلى برنامج الدوز بوكس، نضغط Right Click، نختار Paste. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ داخل جزء الإديتور وجود برنامج مكتوب سابقا، ولغرض الحصول على New File لكتابة البرنامج الجديد نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا، ويمكن استخدام الأسهم الموجودة بالكيبورد لغرض الوصول إلى New File. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم الحصول على New File داخل جزء الإديتر. بعدها نقوم بكتابة برنامج داخل جزء الإديتر، وسنقوم بكتابة البرنامج الخاص بالquestions والذي تم شرحه في المحاضرة الأولى. Domains، وهو الجزء المسؤول عن تعريف الglobal parameters المستخدمة في البرنامج. S تساوي symbol، I تساوي integer، predicates وهو الجزء المسؤول عن تعريف الفاكتس والرولز المستخدمة في البرنامج، وفي هذا البرنامج تم استخدام fact فقط. اسم الفاكت age، وتحتوي على two arguments، الارجيومنت الأول من نوع symbol والارجيومنت الثاني من نوع integer. clauses وهو الجزء المسؤول عن تعريف body البرنامج. age اي فاصل 10، age b فاصل 20، age c فاصل 30. بعد الانتهاء من كتابة البرنامج بشكل صحيح وبدون errors، ولغرض تنفيذ البرنامج والانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الإكسترنال Go، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt-R معا. Alt-R معا. عندها تم الانتقال من جزء الإديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الإكسترنال Go. لو كان الجول age b فاصلة x capital، المطلوب إيجاد قيمة المتغير x. عندها يقوم البرولوج بعملية مطابقة ما بين الجول والفاكتس الموجودة داخل الكلاوزز، فعند مطابقة الجول مع الفاكت الأولى تكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الارجيومنت الأول، وعند مطابقة الجول مع الفاكت الثانية تكون مطابقة وتكون قيمة المتغير X تساوي 20. بعدها نضغط Enter من الكيبورد،
نلاحظ قيمة المتغير x تساوي 20. لو كان الجول age x capital فاصلة 30، المطلوب إيجاد قيمة المتغير x. عندها يقوم البرولوج بعملية مطابقة ما بين الجول والفاكتس الموجودة داخل الكلاوزز. فعند مطابقة الجول مع الفاكت الأولى تكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الارجيومنت الثاني، وعند مطابقة الجول مع الفاكت الثانية تكون غير مطابقة لاختلاف قيمة الارجيومنت الثاني، وعند مطابقة الجول مع الفاكت الثالثة تكون مطابقة وتكون قيمة المتغير x تساوي c. بعدها نضغط Enter من الكيبورد، نلاحظ قيمة المتغير x تساوي c. لغرض الانتقال من جزء الديالوج إلى جزء الإيديتور، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt E معا، Alt E معا. عندها تم الانتقال من جزء الديالوج إلى جزء الإيديتور. لغرض القيام بعملية تريس للبرنامج الموجود داخل جزء الإيديتور، نقوم بكتابة كلمة تريس من الكيبورد فوق الدومينز مباشرة. وبعد الانتهاء من كتابة البرنامج بشكل صحيح وبدون errors ولغرض تنفيذ البرنامج والانتقال من جزء الإيديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الإكسترنال goal، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt R معا، Alt R معا. عندها تم الانتقال من جزء الإيديتور إلى جزء الديالوج لغرض كتابة الإكسترنال goal. إذا كان الجول age underscore x capital، المطلوب إيجاد قيمة المتغير x بغض النظر عن قيمة الارجيومنت الأول. بعدها نضغط من الكيبورد على مفتاح F10. عندها نلاحظ سيقوم برنامج البرولوج بعملية مطابقة الجول مع الفاكس الموجودة داخل الكلاوزز، حيث قام باستدعاء الفاكت age داخل جزء التريس. بعدها نضغط على مفتاح F10 من الكيبورد. بعدها قام البرولوج بعملية مطابقة ما بين الجول والفاكت الأولى. بعدها نضغط من الكيبورد على مفتاح F10. تم مطابقة الجول مع الفاكت الأولى داخل جزء التريس. بعدها نضغط على مفتاح F10 من الكيبورد. عندها أصبحت قيمة المتغير X تساوي 10. بعدها قام برنامج البرولوج بعملية مطابقة الجول مع الفاكت الثانية. بعدها نضغط على مفتاح F10 من الكيبورد. تم مطابقة الجول مع الفاكت الثانية داخل جزء التريس. بعدها نضغط من الكيبورد على مفتاح F10. عندها أصبحت قيمة المتغير X تساوي 20. بعدها قام برنامج البرولوج بعملية مطابقة ما بين الجول والفاكت الثالثة. بعدها نضغط على مفتاح F10 من الكيبورد. تم مطابقة الجول مع الفاكت الثالثة داخل جزء التريس. بعدها نضغط على مفتاح F10 من الكيبورد. عندها أصبحت قيمة المتغير X تساوي 30، أي أصبح المتغير X ثلاث قيم 10، 20، 30، 3 solutions. لغرض الانتقال من جزء الديالوج إلى جزء الإيديتور
نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt E معا. Alt E معا. الاسم الافتراضي لهذا البرنامج هو Work.pro، والحفظ البرنامج باسم معين، ويفضل أن يكون الاسم يدل على محتوى البرنامج. نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا، ومن خلال الأسماء الموجودة بالكيبورد نختار Write To، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها برنامج البرولوج ينتظر إدخال اسم معين لهذا البرنامج، وليكن Question .pro. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ تم تغيير اسم البرنامج من Work.pro إلى Question.pro. ملاحظة مهمة جدا، تم حفظ الملف Question.pro داخل الفولدر الخاص ببرنامج Borland Turbo Prolog. يمكن حفظ هذا البرنامج كتكست دوكيومنت وبامتداد TXT، وذلك من خلال الضغط على مفتاحي Alt F من الكيبورد. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار Write To، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها برنامج البرولوج ينتظر إدخال اسم معين للبرنامج، وليكن age.txt، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم حفظ هذا البرنامج كtext document تحت اسم age. ملاحظة مهمة جدا، تم حفظ الملف age.txt داخل الفولدر الخاص ببرنامج Borland Turbo Prolog. لو أردنا القيام بتغيير بسيط داخل البرنامج ولكن دون تغيير اسم البرنامج، أي بمعنى نقوم بتغيير بسيط داخل البرنامج تحت نفس اسم البرنامج، أي مثلا بدل السي دي، وبدل 30 40، تحت نفس اسم البرنامج age.txt. بعد إجراء التغيير نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار Save، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. تم عمل تغيير بسيط بالبرنامج تحت نفس اسم البرنامج age.txt. لفتح برنامج مخزون باسم معين سواء كان .pro أو .txt، نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار Load، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نلاحظ وجود Start.pro، والمقصود بالستارت هو تحميل كل الملفات اللي امتدادها Prolog. يمكن كتابة اسم الملف بدل Start إذا تم كتابة اسم الملف بشكل صحيح، ولتجنب حدوث الخطأ عند كتابة اسم الملف يفضل استخدام الستارت بدل من كتابة اسم الملف. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار اسم الملف واللي هو Question.pro اللي تمت كتابته قبل قليل، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم فتح ملف question.pro. وبنفس الطريقة إذا أردنا فتح برنامج بامتداد TXT نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار Load، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. نكتب بدل Pro TXT
عندها سيتم تحميل كل الملفات اللي امتدادها TXT. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار الملف واللي هو age.txt واللي تم كتابته قبل قليل. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم فتح الملف age.txt. لإخراج الخروج من برنامج البرولوج نضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار Quit. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم الخروج من برنامج البرولوج، ولكن لم يتم الخروج من برنامج الدوز بوكس. بعدها نقوم بكتابة كلمة Exit من الكيبورد EXIT. بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم الخروج من برنامج الدوز بوكس. نقوم بفتح الفولدر الخاص ببرنامج بورلاند تيربو برولوج. نلاحظ الملف اللي اسمه H واللي نوعه Text Document. هذا الملف تم كتابته وحفظه قبل قليل داخل برنامج البرولوج، وكذلك الملف اللي اسمه question.pro واللي نوعه برولوج فايل. هذا الملف تم ايضا كتابته وحفظه قبل قليل داخل برنامج البرولوج. الطريقة الثانية لكتابة برنامج برولوج، نقوم بفتح الفولدر الخاص ببرنامج بورلاند تيربو برولوج. نضغط رايت كليك على أي مكان فارغ داخل الفولدر الخاص ببرنامج بورلاند تيربو برولوج. بعدها نختار نيو، ثم نختار تكست دوكيومنت. نقوم بإعطاء اسم لهذا الملف كأن يكون example. بعدها نضغط Enter من الكيبورد، ثم نضغط دبل كليك على هذا الملف لغرض فتحه. داخل هذا الملف نقوم بكتابة برنامج برولوج كامل. Domains الاس تساوي symbol i تساوي integer predicates age s فاصلة i clauses age a فاصلة 10 age b فاصلة 20 age C فاصلة 30. بعدها نذهب إلى قائمة فايل ونختار سيف. عندها نقوم بإغلاق الملف إكزامبل. بعدها نختار الملف برولوج واللي نوعه أبليكيشن. نضغط رايت كليك على ملف برولوج، نختار كوبي. بعدها نذهب إلى برنامج الدوز بوكس، نضغط رايت كليك، نختار بيست. بعدها نضغط انتر من الكيبورد. نقوم بتحميل الملف example وذلك من خلال الضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معا. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار Load. بدل Pro نكتب TXT. أي سيتم تحميل كل الملفات اللي امتدادها TXT. بعدها نضغط Enter من الكيبورد.
من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار example.txt، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم فتح ملف example.txt. يمكن تطبيق الخطوات التي تم شرحها مسبقاً على هذا البرنامج، مثل تنفيذ البرنامج، القيام بعملية تريس للبرنامج، تغيير اسم البرنامج وغيرها من الخطوات. يمكن الخروج من برنامج البرولوك وذلك من خلال الضغط من الكيبورد على مفتاحي Alt F معاً. من خلال الأسهم الموجودة بالكيبورد نختار Quit، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم الخروج من برنامج البرولوك، ولكن لم يتم الخروج من برنامج الدوز بوكس. بعدها نقوم بكتابة كلمة Exit من الكيبورد EXIT، بعدها نضغط Enter من الكيبورد. عندها تم الخروج من برنامج الدوز بوكس. في هذا الفيديو تم شرح أهم إعازات برنامج البرولوك.